السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة استثنائية من برنامج مع معافر مع شخصية عظيمة جدا جدا جدا. مش احنا اللي بنقول ان هي عظيمة طبعا، لكن العالم كله الحمد لله وشغله في ناسا وبرامج أبولو واستكشاف الفضاء وحاجات كتيرة جدا، لكن ورا العلم والشخصية الملهمة بتاعتنا الدكتور فاروق الباس في شخص متواضع خلوق جدا بيحترم وقته جدا، وفي نفس الوقت بيمثل رمز لكتير جدا جدا من الشباب وحالة ملهمة. فأنا مش هضيع وقت الدكتور فاروق، بس أنا عايزه بس في الأول كده يقول لنا، يطمننا على صحته رقم واحد عشان احنا بنحبه، وكتير جدا من ابناء الوطن العربي والباحثين والاكاديميين المصريين والعرب على كل انحاء العرب على كل انحاء العالم الموجودين في اماكن كتير حول العالم منتظرين هذا اللقاء. فطمننا عليك يا دكتور فاروق، اخبار حضرتك ايه؟ شكرا جزيلا رمزي لهذه المقدمة الممتازة. وأنا كما تعلم أنا سعيد جدا إن أنا أكلم الشباب وخاصة في مصر، لأن أنا بعتقد إن الشباب العربي عامة وفي مصر خاصة قادرين إنهم يرفعوا من مستوانا لو كانت قدامهم الفرصة. وأنا بتكلم مع الشباب دايما وبتكلم الناس كلها عن الشباب، وسبب أساسي هو إن إحنا أيام أبولو ما كنا بنشتغل في على مشروع أبولو، أنا كان سني 29 سنة وكنت عجوز. ليه؟ لأن أنا والرواد الفضاء قعدنا ناخد منتصف سن العمر الناس اللي هي بتشتغل في مشروع أبولو بالكامل، اللي كانوا مسؤولين عن الرحلة بالكامل، مسؤولين عن البنزين اللي في السفينة، مسؤولين عن اتجاه السفينة، مسؤولين عن صحة الرواد، على كل شيء. طلع نعم مستوى عمر الناس 26 سنة. يعني يا دوب لسه بقاله سنتين متخرج من الجامعة، ده منتصف عمره. نعم واحنا الوطن العربي شايف ال 26 سنة دي بنعمل فيها ايه يا بروفيسور؟ انا ما بتكلم في مصر، سيبك من الوطن العربي، خلينا احنا عندنا مشكلتنا احنا في التعداد السكان في مصر والخيبه الاقتصاديه في مصر وكل حاجه في مصر. لو احنا استخدمنا الشباب وادينا لهم فرصه، مش استخدمنا، ادينا الفرصه للشباب يمشوا العمل ويمشوا الحكومه ويشتغلوا كل حاجه، كنا نرقى. انا بكلم السيد الرئيس على استخدام الشباب واقول له ان منتصف عمر الناس اللي كان شغال ابولو من اوله لاخره كان 26 سنه، ده من نص نعم العمر، يعني في ناس كتير عندها 24. نعم يقول لي طب ما احنا بنجيب ناس اهو يتدربوا في الوزارات عشان يعني يعرفوا القصه، سنهم 45 وكذا، 40 و45. قلت له 40 و45 ده مخلص، ده هيبتدي يفكر انا هتعاكس هخلص شغلي امتى؟ ويا ترى نعم هل عندي عماره ولا لا؟ ولا عندي شقه ولا لا؟ انما صحيح صغير ابو 26 ما يهموش، عنده عماره ما عندوش، هينام في اي حته ماشي، ينام في الجنينه هي شغلانه. طيب معنى ذلك ان احنا عايزين لازم نستخدم الشباب، وانا شباب مصر لابد ان ينهضوا عشان يقولوا للناس الكبار سيبونا في حالنا، احنا عايزين نمشي البلد. طيب الشباب عنده تحديات، تحدياته ايه؟ انه الفترة اللي هو فيها اقصى انتاج ممكن يخرجه، سواء علمي، فكري، اجتهادي، معافرة، سعي، الفترة دي هو مطحون انه بس يأمن كوت يومه، يأمن انه يتجوز، يأمن الحاجات المعيشية البسيطة. فسيادتك شايف يعمل ايه الشباب في المرحلة دي والتحديات اللي بتواجهه؟ وناس كتير جدا متخيلة ان السفر حل، وناس كتير جدا متخيلة ان لا، ده انا اشتغل واسيب التعليم خالص واسيب البحث العلمي خالص وخليني اركز اجيب فلوس، هي الفلوس دلوقتي المحرك الرئيسي. الدكتور فاروق الباز كيف يرى ذلك؟ دي سبب اساسي للخيبه. يعني احنا في مصر النهارده، انا بقول احنا في مصر خيبانين، لان مصر دوله عظيمه لنا تاريخ مجيد، كل الناس في مصر تعرف، لو نعرف التاريخ بتاعنا نقول احنا عايشين ليه كده في الخيبه اللي احنا فيها دي. احنا بنشحت من البنوك عشان ناكل نفسنا، ده خيبه ايه دي؟ معناها ان احنا بالبلدي خيبانين. والخيبه دي لازم ليه؟ لان احنا مش بنفكر في ازاي الواحد ينتج، ازاي الواحد يعمل. انت دلوقتي لما تتخرج من الجامعه، انت لسه بتتخرج من الجامعه وتقول لي انا عايز اتجوز وعايز اخلف. اتجوز ايه؟ تخلف ايه؟ ابني نفسك، ابني لنفسك مستقبل، ابني اسمك، ارفع من مكانه العيله بتاعتك، خلي امك وابوك يبقوا فرحانين بيك، اعمل حاجه كويسه. ف
فين وفين لما تتجوز؟ يعني لما تبقى عندك حاجة و30 تبقى تبتدي تفكر في الجواز. انت 6 25 سنة دلوقتي ولا 24، انت تعلم نفسك ازاي انت هتبني نفسك وازاي تثبت نفسك الاول قبل ما تروح نعم تتجوز. مش لازم تثبت نفسك ان انت راجل محترم وقادر عشان تبقى اب، واذا نعم عندك مشكلة عائلية تحلها. ما تقدرش تعمل كده الا اذا كنت انت خلاص متولف على العيش وعارف تحل المشاكل ازاي، وعندك مستقبل هايل ومرتبك هايل جدا يخليك تعمل اللي انت عايزه. ده ما يجيش الا بعد يجي 10 سنين بعد ما تتخرج من نعم شغل وكفاح ممتاز. بعدين بقول انا عايز احب واجيب لي بنت وانام معاها واجيب لي عيل ولا اتنين ولا تلاته. فين؟ لسه بدري عليك. انت تتخرج معناها ان انت تبتدي تشتغل عشان تثبت ان العلم ده كان له فايده. نعم أستاذنا الدكتور فاروق الباز، أنا عايز أجي على المحطة التربوية. كيف تشكلت ملامح شخصية الدكتور فاروق الباز من أم مصرية عظيمة، وأنا عارف أنت بتحبها قد إيه، وكيف هي ساعدت في تشكيل شخصية حضرتك، وكيف تشكلت برضو في كنف أسرة والد حضرتك، أنا عارف أنه كان عالم أزهري وتعليم أزهري. إيه اللي حضرتك تتذكره وحابب تبلغه كرسائل فضلت باقية مع الدكتور فاروق الباز ونقلتها لأولادك، وحابب إنك تقولها لأي مربي عنده أولاد نفسهم يكون عندهم حد زي الدكتور فاروق الباز؟ فضل يا دكتور. برافو برافو عليك. وهي كلمة واحدة أو جملة واحدة: دوام جمع العلم والمعرفة. بس أنا لحد النهاردة لسه بذاكر. يعني اليوم اللي ضيع مني ما مشيكش كتاب وتتعلم حاجة جديدة أنا بعتبره يوم ضايع. جمع العلم والمعرفة على الدوام. يعني أنا النهاردة 84 سنة، ولما عدى عليا يوم من غير ما اذاكر، انا بقول بذاكر عشان اعرف حاجه جديده، يبقى اليوم ده ضايع عندي. خلي افتكر الكلمه دي وانت تبقى بني ادم ممتاز طول حياتك. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحافز الداخلي، ازاي الشباب يوجدوا حافز داخلي عندهم يا بروف؟ يعني حضرتك كنت دايما بتقرا وتذاكر وتعافر وتجتهد، في حافز داخلي بيخليك تعمل ده، بيخليك ما تنامش، بيخليه حضرتك تقوم وتجري وتبعت لأمريكا وتنزل مصر وترجع تاني. ايه هو الحافز الداخلي وراء الشخصية الجميلة اللي بنحبها كلها الدكتور فاروق الباز؟ ان انت لابد ان تكون لك فايدة للناس اللي انت عايش معاهم. يعني انا حتى في مشروع ابولو لما كنت اشتغلت، ما كانش انا لي هيكون ليا فايدة في مع الرواد ومع الاساتذة ومع الرؤساء ناسا ومع كذا، يبقى انا خربان. لازم يبقى ليا فايدة. فهيبقى ليا فايدة فين؟ لازم اكون هايل جدا. هكون هايل جدا ازاي؟ ابقى اتعلم في كل شيء، واتعلم لغة الرواد، واتعلم يعني ايه الحاجات اللي هم بيتكلموا فيها، يعني ايه السفينه، يعني ايه الحاجات اللي هم بيشغلوها في السفينه. كل ده تعليم. معناه ايه؟ جمع العلم والمعرفه هو اللي يخليك تبقى قادر على انك تتعامل في المجتمع اللي انت فيه على احسن قدر، على احسن وسيله، احسن وارقى ارقى علو، وتتعامل مع الناس بحكمه على اساس ان انت تساعدهم في حياه افضل. فانت اللي بتساعد الناس في حياه افضل، فلابد انت تكون محترم. لازم يحترموك الأول. أنا سعيد باللقاء، وبسرعة هندخل على واحد من أهم الأسئلة. أنا بقالي 14 سنة بره، من ألمانيا لفنلندا، انقطعت بيا السبل وقلت أرجع، معرفتش أرجع ومعايا 4 عيال، فمكمل رحلتي بره. رحلة الدكتور فاروق الباز، أنت بالنسبة لنا رمز ويعني رول موديل إحنا شايفينه. لما حضرتك عملت رحلة مهلمة، ماجستير ودكتوراه وام اي تي وحاجات كده، وجيت رجعت مصر عشان تفيد وطنك، بما انك انت كنت حريص على فايدة وطنك، فايدة مجتمعك، فايدة ابوك وامك، انهم يفرحوا بثمرتهم واللي عملوه وانجزوه. فحضرتك يعني لما رجعت حصل خيبة الامل زي ما بنقول، وانا عرفت بقصة صديق حضرتك اللي مات او الزميل اللي رجع، ولما رجعت على الوزير وقال لك ده اصل انا ودوا لك في المعهد العالي انك تدرس كيمستري وانت واخد اصلا دكتوراه في ايه، القصه دي اثيرت كتير. وحضرتك انا عايز اعرف ازاي
كيف يعني كيف تعاملت مع الموضوع ده والتحدي الكبير ده؟ وانا يعني انا عارفه كويس ان الانسان ازاي يحبط وهو راجع بقى عايز يطلع الطاقه اللي جواه وينقل العلم والمعرفه. اتفضل دكتور فاروق. ان انت بتشعر الاول ان هم اللي خربانين، ان هم اللي عقلهم خيبان من الوزير لحد الغفير اللي عاملين كده، تقول ان هم مش انت اللي خيبان، لا هم اللي خيبانين. نعم. وديا اللي هم بيتكلموا عليها ديا دي مش بلدهم، دي بلدي انا. هم هيطلعوني من بلدي انا، حتى لو طلعت من بلدي هعتبرها بلدي انا مش بلدهم هم، لان هم اللي خيبانين، وهو الوزير اللي غبي، وهو الوزير اللي حقير، وانا احسن منه ومن احسن من السلسفيل قالوا. لانه ليه؟ لانه هو اللي مش فاهم، هو اللي غبي. فانا انتزق، اخلي نفسي انا بعيد عنه، بعيد عن الخيبه بتاع الكلام، لان انا ضامن نفسي وانا عارف ان انا كويس، وعارف ان انا راجل مواطن محترم، عارف بحب بلدي وهرجع لها تاني وهساعد فيها تاني بغض النظر. هو انا وزير، الوزير هيبقى دلوقتي وهيترمي في الزباله بعد شوي، ماشي انا ما نعم يهمنيش، انا قاعد وانا مستني لما هو يترمي في الزباله انا هرجع. نعم ما يهمنيش ان انا ليه؟ لانه ما يهمنيش ان هو ما ياثرش عليا، يعني الخيبه بتاع الوزير ما اثرتش عليا. ما انا ممكن اقول ان على ابوه على ابوهم، لا ده انا اروح انا وانا ويتفلقوا وانا ماليش دعوه بيهم تاني. انا اقول لا، نعم اقول ده هي بلده، ده بلدي انا. طب هو بكده هو وزير ان على ابوه، انا هشتغل واعمل احسن منه وهو يتفلق. انا هي نظرة التقدير للنفس واحترام الذات وعلم النفس، دي نظرة مهمة جدا جدا جدا. وانا بضيف الكلام ده لكل الشباب اللي بيسمعوني، يمكن انا كاتب مقالة اليوم بوست على الموضوع ده، ان لا يمكن نخلي الناس دي اللي هي ماسكة سلطة او حتى ماسك لينا اي حاجة سوبرفايزر، حتى لو والدين، بيخفقوا او بينزلوا فينا او بيهدمونا بكلام سام او مش هيستفيدوا من قدراتنا، ان هم ينالوا من نفسيتنا، ينالوا من شخصيتنا. برافو عليك. نظرة البروفيسور الدكتور فاروق الباز لنفسه كانت نظرة كبيرة، نظرة اجلاء احترام، احترام. لان انا دايما اقول يا بروف، ما فيش احترام بيجي من شهادة، ولا في احترام بيجي من مجتمع، ولا في احترام بيجي من والده. الاحترام بيجي من النفس، من الذات. الانسان يرى نفسه كبيرا بعلمه، باجتهاده، بسعيه، بمعافرته، لانه خلق من خلق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى صوره في احسن صورة. فاذا لا نقبل ان حد يهينه، او وما تبقى يعني المصيبه بتكون كبيره ان الشخص يهين نفسه بنفسه. فانا طبعا ربنا يجازيك كل خير على هذا التفكير الايجابي، واللي اتمنى ان الشباب اللي بيسمعونا كلهم يركزوا فيه. ولكن احنا برضو عندنا دلوقتي دور مجتمعي يا دكتور فاروق، ان عندنا شباب كتير جدا واخدين الدكتوراه بره، يعني الوف مؤلفه، والناس دي برضو مش بس من مصر، لا ده من كل أنحاء الوطن العربي. كيف ترى استفادة أمتنا العربية وخصوصا مصر من أنا بسميهم المنتخب العربي، دول المنتخب بتاع المنتخب العلمي العربي، وهم في كل معاهد ومراكز بحثية وجامعات كبيرة و إزاي نستفيد من قدرات الناس اللي بره دي والشباب دي يا دكتور فاروق؟ اتفضل. أنا في نظري إن نعم كل لأن الحكومات العربية بأكملها ما نعم تفهمش القصة دي، نعم مع إنهم هم اللي بيدفعوا الفلوس بتاع الناس دي للتعليم وما كده، لكن هم مش عارفين إن دايا فلوس استثمار، هم ده استثمار، ده هم لما بيحطوا الفلوس دي بيعلمونا يبقى حاجة نعم عظيمة جدا، لأنهم ممكن ياخدوا من نتيجة الاستثمار ده، نعم فهم مش فاهمين دي. ماشي، لأن الدول العربية كلها خيبانة، واحنا نعم نتقدم بالوسيله اللي احنا نقدر نعملها حاليا، وارد. فاحنا نعمل ايه؟ كل واحد مننا يشتغل قدر المستطاع بحكم حبه وتقديره لوطنه، نعم يعمل قدر المستطاع في بلده بغض نعم النظر عن مين الرؤساء الدوله. ما هو كراجل، ما هو ممكن يكون خيبان، ولا واحد عسكري مش فاهم، ولا واحد بدوي ما هو ما يعرفش، وارد، مالناش دعوه بيهم. خلي كل واحد نعم منا يشتغل قدر المستطاع في الفيلد بتاعه، الحاجه اللي هو عارفها قدر المستطاع في اي وقت. مش قادر نعم ومش نافعه، ماشي اجي لهم بعدها بشهرين بعمل. المهم كل واحد مننا اللي هو اتعلم بره وكان كويس يعمل قدر المستطاع في بلده برؤيته هو الخاصه. نعم انت شايف ايه وتقدر تعمل ايه؟ اعملها بغض النظر مين الرئيس الدولي.
نعم والله، ربنا يجازيك كل خير. يعني كل واحد في محرابه، كل واحد على ثغره، يتعلم ويجتهد ويعافر لحد ما يجي يوم قالوا تعالى تعالى، حاولت انت تصلح، مفيش كمل في رحلتك ورحلة المعافرة بتاعتك واجتهادك. ويمكن الحمد لله الانترنت، وانا كنت مثلا هقابل الدكتور فاروق الباز ازاي، هنجيبه للجماهير ازاي ويستفيدوا، الحمد لله تجربة، وعملنا انشأنا العيادة التعليمية، مجموعة من العلماء والباحثين والاساتذة من كل انحاء العالم عملناها مع بعض، وكل ده عن طريق العالم الافتراضي، عن طريق الانترنت، وبنحاول ننقل الخبرات للشباب والجيل الصاعد، لعل وعسى في يوم من الايام يستعينوا بالكفاءات، يستعينوا باي حد، ولكن احنا لازم نبقى على الثغر، نشتغل ونتعب ونجتهد. دي برافو وصية عليك، برافو عليك. انا عندي حاجه ازودها على كلامك، لان اتفضل كلامك ده مهم جدا. وانا اتفضل. في نظري ان بقول ان البني ادم مننا لازم يستمر في تعليم نفسه، او مش تعليم نفسه، جمع العلم والمعرفه. والنهارده الانترنت مليان علم ومعرفه، وكل واحد يقدر يتعلم منها يوميا. انا ما كنتش هلاقي الكتب والكذا، ببص على الانترنت وبتعلم منها يوميا. اليوم نعم اللي بيضيع مني من غير ما اتعلم حاجه جديده يوم ضايع في حياتي. نعم استاذنا الدكتور فاروق الباز في محطة مهمة جدا، انا ودي ما فيش واحد ما بتقابلوش المحطة دي، ما بتقابلوش، الا وهي انه يبقى مخطط لحاجة، او الاسرة مخططة له لحاجة، او عايزين الناس كلها، انا كانوا عايزين ابقى دكتور طبيب، وحضرتك كان عندك مدرس الاحياء اللي بيقول شايف فاروق الباز مشروع طبيب ناجح جراح، والاسره، وحضرتك نفسك قلت في احد اللقاءات ان كان حلمك تدخل طب وما دخلتش طب. الفكره هنا في شباب كتير جدا بيبقوا حزانه، متضايقين، محبطين بسبب ان هم ما حصلوش شيء في دماغهم. ايه الرساله اللي يقولها لهم الدكتور فاروق الباز؟ انك لو اعتبرت ان دي ان هو ده الوضع خيبان، تبقى دي نصيبه. انت تعتبرها ده درس في الحياه، والدرس اتعلمته، وانت هتعمل حاجه عشان ما تعديش في الدرس ده تاني، او ما تسقطش في الامتحان ده تاني. ما هو جزء من نعم الامتحانات الدوريه بتاع الحياه. فده انت نعم سقطت في الحكايه دي، خلي نفسك بقى جاب، شجع نفسك واعمل حسابك ان انت ما تسقطش في الامتحانات الحياتيه مره اخرى. نعم بس يعني لو انا اخفقت ان اصل لحاجه معينه انا عايزها والمجتمع وعايزها، ودخلت حاجه تانية، لازم اغير تاني واحط اهداف تانية واصحح بناء على الاخطاء اللي انا وقعت فيها. تعمل نفسك، من دخلت ما رحتش الطب وتبقيت في الجيولوجيا في الصخور، تعمل نفسك احسن جيولوجي في المجموعه. ما انت لازم نعم تعمل كده عشان تقول نعم انا كنت استحق ان انا ابقى احسن دكتور في الدنيا. طب ورينا يا سيدي، انت دخلناك في صخور، ورينا، اتعلم نفسك بقى واعمل نفسك احسن جيولوجي في البلد دي نعم او في طيب القصه دي. يعني كيف يرى الدكتور فاروق الباز قصة الشغف والحب؟ يعني في انك تجد في نفسك شيء انت بتحبه، مجال انت بتحبه، نتيجة لقراءاتك، نتيجة لدراستك، نتيجة كذا كذا، هل شايف ان موضوع الشغف ده، لان في ناس كتير بتقول بلا شغف بلا نيلة، اشتغل هات فلوس واعمل و ايه رأي الدكتور فاروق الباز في موضوع الشغف ده؟ مش شغف، هو رفع مستوى الفكر بتاع الإنسان. نعم أنا لما شفت، كان أبوي أزهري، لما نعم كنا نشوفه كل يوم يقعد يقرأ كتب ويتعلم، نعم وبعدين يفتح كتب، وبعدين لو إحنا قعدنا حواليه بيفتح الكتاب ويقعد يقرأ لنا بصوت عالي عشان نتعلم منه، معناها إن ما دام الإنسان ربنا ادالنا عقل، والعقل بيتسع مع الوقت بياخد حاجات كتير، بيمتص حاجات كتير، فجمع العلم والمعرفة هو الأساس بتاع نعم الشغل، بتاع التقدم، بتاع الازدهار، بتاع الغناء، بتاع المسؤولية الاجتماعية. كل ده بيجي من العلم والمعرفة، فاستمر في جمع العلم والمعرفة على الدوام. أنا والله ربنا يجازيك عنا كل خير يا جماعة، يعني من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم كله، هدفها إن تخرج لونج لايف ليرنر. أفضل أنظمة العالم دلوقتي. وأنا أقول لأي أب، أي أم عندهم طفل، أهم شيء، وأقول لأي منظومة تعليمية، إن شاء الله كل مدرسة،
ان شاء الله تكون جامعه، ان شاء الله تكون معهد. اهم شيء ان احنا نطلع شخص لونج لايف ليرنر يفضل يتعلم مدى الحياه، وده اللي بيتكلمه استاذنا الدكتور فاروق الباز، وفعلا هو ده اللي بيصنع الفارق وبيصنع التميز، ويفضل على طول ان عند حضرتك تحديثات وابديتس بالمجالات الجديده وما الى ذلك. طيب وزي ندخل ما على حديث الساعه، وما ينفعش. استنى اثبات كده ايه؟ ان انا راجل نعم متعلم في الفيزياء في مصر، نعم ومتعلم في الجيولوجيا كويس، وبعدين رحت امريكا فتعلمت في جيولوجيا المناجم. يعني كان نعم كل علمي في 4 سنين في امريكا لما ننزل تحت الارض ونجمع عينات نعرف اتكونت الصخور دي ازاي، والمعادن دي اتكونت ازاي، البيئه بتاعت تكوين المعادن دي ايه. بعدين جيت فرصتي الوحيدة في العمل كانت في مشاريع الفضاء، وأنا كان نعم عمري ما سمعت كلمة فضاء، ولا عمري بصيت على القمر وعرفت عنه إيه، ولا عمري دخلت تلسكوب ولا شفت الحاجات دي على الإطلاق خالص. إنما أنا بني آدم متعلم، نعم أقرأ كتب ومتعلم، أبص على صور وأفسرها. أيوة أنا بس أتفرج على صور مناجم وأفسر الطبقات اللي فيها، لكن لو بصيت على صور بتاعت القمر وفي في فوهات هعرف ايه اللي عملها وشكلها ايه، والاختلاف ما بين دي وبين دي ايه، وايه سبب الاختلاف ده، وبقيت كذا وبقيت احسن من اي واحد فيهم. ليه؟ عشان انا ابتديت اعلم نفسي كل شيء عن الحكايه الجديده دي اللي انا عمري ما نعم اعرف. يعني انا ازاي انا واحد تاخد واحد جيولوجي مصري وبعدين تقول له تعال اشتغل في مشاريع الفضاء بتاعت القمر؟ قمر ايه يا عم؟ احنا ما كناش نعرف عن القمر يعني ايه؟ احنا بنشوف القمر في السماء بس، ولا نعرف هو متكون من صخور، ولا عمرنا درسنا عنه ولا كلمه، كناش نعرف هو ايه. فانما نعم تعلم نفسك. فانا بقول ايه؟ ان البني ادم لازم يستمر في تعليم نفسه الى الابد. لو بس نعم يوم ما تبطل تعليم نفسك، يوم ما انت هتبتدي الخساره نعم او التقهقر. نعم دكتور، أنا الوقت طبعا عايز أقتنص ونتعلم حاجات كتير النهاردة. أنا لازم أدخل في موضوع الزلزال والحدث الكبير اللي حاصل في تركيا. كلنا زعلانين على إخواتنا وأهالينا في تركيا وكذلك في سوريا واللي حاصل معاهم. كيف يرى الدكتور فاروق الباز الموضوع ده علميا؟ وهل في الموضوع ده هيجي بقى هيتكرر في المنطقة، وش معنى الشرق الأوسط؟ كويس، انت بتتكلم كلام كويس. الارض اللي احنا عايشين عليها دي كتل، نعم في كتله فيها اوروبا كلها، وكتله حتى للصين، ما كتله واحده، في كتله عامله امريكا الشماليه، وكتله صخور عامله امريكا الجنوبيه، وكتله صخور عامله افريقيا، وكتله صخور صغيره كده عاملة شبه الجزيرة العربية. تمام فشبه الجزيرة العربية أهي تمام الكتلة دي اللي ماشية من الحتة دي كلها، ده الكتلة الصغيرة دي هي اللي هي الكتلة شبه الجزيرة العربية. احنا عارفين إنها بتتحرك في اتجاه الشمال الشرقي شوية كده، نعم عشان كده شايف الحتة الداكنة اللون دي هنا دي كلها أرض مضغوطة نتيجة لحركة شبه الجزيرة العربية في اتجاه ده، دي اسمها جبال زاغروس في إيران. نعم الكتلة دي مفصولة من تحت من هنا ومن الجنوب، وفي وسط يعني في وسط البحر الأحمر كده في شق بيفصل نعم ما بين شبه الجزيرة العربية وبين أفريقيا. واضح جدا. واضح جدا. الحركة بتاعت شبه الجزيرة العربية بتبقى كده. فهي داخلة من هنا، دي النهاية بتاعتها الحتة اللي فوق دي اللي هي على حدود ما بين سوريا وما بين تركيا. نعم في جزء من الحركة دي، والحركة دي بتحصل امتى ما نعرفش جيولوجيا، لسه ما نعرفش. احنا بنقيس الضغط وبنقيس انواع الصخور وبنقيس انواع المعادن اللي بتتكون في الضغط وكذا وكذا، لكن لسه ما نعرفش جيولوجيا ايه الوقت اللي هو بيحصل فيه الزلزال ده. لكن احنا عارفين فين الاماكن اللي يحصل فيها زلزال، لان دي الكتلة لوحدها كتلة جامدة، وبعدين لما تتحرك الكتلة صغيرة كده الحتة دي تتأثر والعمارات بتاعتها تتبهدل وما إليه. فإحنا عارفين فين الكتل وكيف نعم تتحرك بالنسبة لبعضها.
هل مصر، لان طبعا قيلت حاجات كده ان مصر ممكن تكون معرضه لحاجات مثل هذه الاشياء، هل الدكتور فاروق الباز ممكن يعلق على هذا الموضوع؟ انت شايف الكتله بتاعت افريقيا هي اللي من هنا دي، ايوه يعني انت افريقيا ماشيه من هنا كده، الحته ما بين منتصف البحر الاحمر اللي بتحصل فيه زلازل، ايوه واحنا عندنا هنا بقيه افريقيا هنا الناحيه دي كده تمام. على طول، ومصر فوق، ومصر فوق. ومصر فوق، نعم ما احنا هنا، ما دي سيناء، نعم سيناء هنا ودي مصر فوق هنا، نعم وبعدين النيل هيبقى هنا. نعم لما الكتله دي تتحركت كده ممكن يحصل زلازل، نعم يحصل زلازل عندنا. ايوه يحصل زلازل عندنا لما الكتله دي تتحرك بشكل ما، والكتل بتتحرك ايه بالنسبه لبعضها البعض، نقدر نعم نقيسها ازاي ما نعرفش لسه، انما هو دي بنجمع معلومات. طيب يا دكتور فاروق، أنا عايز بتستحضرني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أول ما حضرتك قلت لا إحنا عارفين ده ولا عارفين ده، كيف يرى الدكتور فاروق الباز بعد السن ده كله والعلم ده كله والرحلة الطويلة دي كلها، كيف يرى الله عز وجل؟ الخالق والخلق حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، لازم الواحد يعرف ان في الخلق ده حاجة عظيمة جدا، الكون الفسيح ده ما يتعملش هباء، ولا يتعملش، ولا الانسان ما يتخلقش بهذه الصورة العظيمة، والفكر والكذا والحياة بتاعتنا والتنفس وكل هذه الاشياء، يعني حاجات ابداع في الفكر الخالق. هل الدكتور فاروق الباز كلما ازداد علما ازداد ايمانا بالله؟ ليس هناك من شك، كل ما تعرفت على حاجات كده، كل ما شفت حاجات غريبة جدا وحاجات متقدمة للغاية تقول سبحان الله. انا بسأل السؤال ده لان بنشوف ناس كتير جدا بتربط ما بين العلم والالحاد، يعني كلما اول ما ياخد المطار وينزل في دولة اوروبية او دولة غربية تحس ان هو يعني ايه، كل ما علمه زاد تحس ان هو للأسف ظاهرة غريبة، أنا شايفها غريبة لا لا، وتدل. غريبة جدا، غريبة جدا. لا ده يعني يد الخالق أو الخلق والطبيعة والتناسق ما بين الكواكب والشمس والدوران بتاعتها، كل التناسق ما بين كل هذه الأشياء دي حاجة يعني بديعة جدا، نعم فلا بد أن الكون له خالق. نعم عايز أروح لحتة مهمة جدا وكتير سألوها لما قلنا إن حضرتك هتكون معانا، موضوع سد النهضة، كيف ترى تداعيات سد النهضة على مصرنا الحبيب؟ ولا شيء، احنا ما عملنا سد، احنا على كيفنا. اثيوبيا عايزه تعمل سد، احنا كان مفروض نروح لاثيوبيا ونقول لهم احنا عملنا احسن سد في العالم، اكبر نعم سد اسوان، احنا نعم نعمل لكم السد عندكم، احنا نعم عندنا مهندسين اللي عملوا السد العالي، نقدر نساعدكم انكم تعملوا السد ده، مش نقعد نقول لهم هيحطروا الميه عننا، هيحطروا الميه مننا ازاي؟ ما الميه بتنزل، المطر بينزل هيتجمع، هم نعم محتاجين ميه عشان يحضروها، يعمل سد ونقول له هيعمل، بس املى السد في 15 سنه بدل ما تملاه في سنتين، لو مليت السد في سنتين هيأثر عليا وانا اخوك، احنا في نفس نعم نعم احنا عايشين في نفس الحي في افريقيا، نعم نعم انا وانا احنا اخوات، فانا نعم اجيب مهندسين يساعدوك، لان انا نعم عملت اكبر سد واحسن سد في العالم، نعم فانا اجيب المهندسين بتوعي هم يساعدوك، ونعمل نعم سد كل حاجه، بس يتملي بحيث انه ما ياثرش عليا، بدل ما احنا نقول الخيبه في مصر اللي يقول لك على نروح نضرب السد بالانابل، بناء على ما الميه بتنزل والميه هتمشي، والناس هناك محتاجين الميه عشان الزراعه. ولكن برضو في اتفاقيات يا بروف، يعني مثلا دلوقتي هم بيعملوا من جانب واحد وما بيرجعش دلوقتي، يعني حتى لما تيجي بتقول له لما تيجي عشان احنا ما كلمناهم، عشان احنا ما صدقهم، عشان ما احنا ما فتحنا لهم الباب، عشان احنا ما الاول ما سمعنا عن السد كنا نروح نقول له ده انا عامل احسن سد في الدنيا، ده احنا اولاد عام، احنا عاملين احسن سد في العالم، المهندسين بتوعنا هم اللي رسمين وهم اللي عملوه، وانا اللي اجي اساعدك، مش بس لو عشان، ونخلي الميه اللي بتيجي بتوصل من السماء بتبقى كويسه لك وكويسه لي.
في نفس الوقت. طيب ما هو انطلب منهم حاجات زي دي في مفاوضات رسمية، وطلبوا ان الملء ويتم والوقت ولا، ولكن ما فيش انصياع من الجانب ده الاثيوبي بعد ما وما خلص، فيش عودة خالص، يعني ما بعد ما فيش. خلص، لا لا لا، بعد ما خلصت الانصياع، الكلام ده كله جه بعد ما راحوا يستلفوا فلوس ويتكلموا على السد ويعملوا البنى ويعملوا كذا. ولما اعلن كل ذلك، كل الناس بقى في مصر ازاي ده، واحنا نروح نهد السد على دماغهم. لا غلط، يعني غلط غلط كبير مننا احنا، مش منهم احنا. غلط ان انا ما بديتش الكلام معاهم. اول ما سمعنا انهم عايزين يبنوا السد، انا اروح ابني السد هناك طيب عشان ما ياثرش على السد بتاعي. خلينا ناخد نقطة كإيجابية من حد، يعني بالنظرة الإيجابية اللي متعودين منها من الدكتور فاروق الباز، إيه الحل دلوقتي اروح برضو يعني؟ اروح له انا واقول له يا راجل انت بتتكلم كده ازاي؟ احنا ولاد حته واحده، احنا بنعمل كذا. ضرب بكلامي عرض الحائط، ضرب لازم افترض ولو 1% انه هيضرب في كلامي عرض. اقول له انا لو اتأثرت الميه عندي حاجه اضربك بالقلم. اقول بس خلاص. الروح انا الشرقاوية وروح الزقازيق وروح مصر موجودة. مش ههد السد ولا ابيع الناس وكذا، انا حاجه اضربك انت شخصيا بالقلم لو نعم اتأثرت نعم علي. ربنا يجازيك عنا كل خير. عايز اعرف ازاي الاستاذ والمربي والبروفيسور الدكتور فاروق الباز ربط اولاده بمصر. فقط لا غير ان انت بتكلمهم عن مصر ازاي، وهم نعم بيجوا مصر بيعملوا ايه نعم وبيقعدوا فين. عندنا شقه احنا في مصر، واللي في نعم لما بنيجي بنروح نقعد في الشقه، عارفين الناس بيعرفوا طعميه يعني ايه، والفول نعم وبعد ما كانوا الطعميه في مصر ما ياكلوش اي فلافل في اي حته في العالم، يقولوا نعم مستحيل فلافل يرمي في الزباله. نعم فكلهم عارفين عايشين وشافوا بيتكلموا عربي، بيتكلموا عربي يا بروف. يعني تقدر في اتنين بيتكلموا كويس قوي، في اتنين بنكسر وارد يعني، بس ما الحمد اضغطش لله عليهم، زي ما بتكلموا اللي ما تقدر شاء الله تكلمه. ممتاز جدا. الدكتور فاروق باز، في مشروع معطل او في مشاريع اللي جايه بقى؟ عايز اتكلم الدكتور فاروق الباز، وانا عارف السن وكل حاجه، بس انا في الروح اللي جوه دي روح شبابيه، روح ايجابيه، روح ملهمه وتواقه للعلم والمعرفه. نفسك تعمل ايه؟ مشروع مؤجل، نفسك تعمل ايه الفتره اللي جايه دي يا دكتور فاروق؟ ممر التنمية دي وسيلة إن إحنا نوسع المكان اللي إحنا عايشين فيه. إحنا في مصر عايشين على النيل، على حتة النيل، وكل ما واحد مننا، مش مننا مش يعني بقول كل واحد في مصر، خاصة الفلاحين والناس اللي هم في القرى والمدن وكذا، وكمان رئيس الحكومة المحلية، المحافظ، رئيس الجامعة كذا كذا، يبني بيت لنفسه، بيبنيه فوق أحسن أرض زراعية في العالم اللي عملها النيل في خلال 6 مليون سنة. نعم النيل عمل الأرض دي خلال 6 مليون سنة. إحنا نروح حاطين عليها فوقها أسمنت، وكل ما تزيد الأسمنت بتقل الأرض اللي إحنا بنزرعها. أروح أستلف من بنوك أوروبا عشان أشتري عيش عشان أأكل نفسي. فأنا بقول دي خيبة لا يسبقها أي خيبة في الدنيا. خيبة مصر في استيراد القمح ليس لها مثيل في العالم. ونتجت عن إيه؟ نتجت عن إن إحنا من أولنا لآخر، أنا بقول يا الفلاحين غلطانين إنهم كل شوية بيبنوا فوق الأرض زراعية، لكن البهوات كمان رؤساء، مش بس هوات عادي، لا، المحافظ ومدير الجامعه والاساتذه الحاجه اللي بيعملوها مستشفى، كل ده بيتعمل فوق اجود اراضي النيل عملها على 6 مليون سنه، متجمعه كده من الطين، من الفيضان اللي كان النيل بيعمله، طبقه بطبقه بطبقه كل سنه. الطبقه دي اللي هي متر مترين ثلاثه بتمتر على اقصى حد، عاملها النيل على مدى 6 مليون سنة. أنا باجي أبني فوقها بالأسمنت، يبقى تبقى بقى تقل الأرض اللي أنا بعمل عليها زراعة. معنى ذلك إن لابد إن أنا أوسع مساحة المعيشة في مصر عشان أمنع كلية وتماما إهدار نص فدان. اللي يبني حاجة فوق نص فدان أشنقه في الحتة اللي عملها دي، لأن ده بيضيع مستقبل مصر. فأنا أقول إن أنا لازم أوسع مساحة المعيشة في مصر
وأحاول أن أجد أماكن أخرى للزراعة عشان أعرف أأكل نفسي وأكل مستقبلنا، الولاد اللي هيجوا. احنا النهارده بقينا 100 مليون، طب ما احنا هنبقى 200 مليون. نعم مش اللي بقى 100 مليون مش هيبقى 200 مليون، هنبقى 200 مليون. انا هياكل ياكلوا منين دول؟ فلازم انا يكون عندي مساحه شاسعه اوسع الارض، مساحه المعيشه بتاعتي. وهو ده اللي انا عامله في البتاع ده، انا موسع مساحه المعيشه. انا احنا عايشين النهارده في 7.5 مليون فدان، اللي هي المدن وكل الزراعات والمدن والمحافظات وكل والمواصلات وكل شيء على 7.5 مليون فدان. نعم موضوع التنميه اللي نعمله ده غرب النيل في منطقه مستويه، ارض مستويه بعضها صالح للزراعه بعضها مش صالح يعملوا فيها المباني والبلاوي. الارض اللي ما في اللي بتزيد 10.5 مليون فدان، معناها ان انا بزيد المساحه اللي انا عايش فيها النهارده بزودها مره ونص. معناها ان انا ممكن لحد لما نبقى 250 مليون اذا كانت ممتاز الارض. جدا. ها طيب والمنطقة المفروض طب المباني اللي اتبنت على المنطقة اللي هي حوالين حوض النيل؟ ما دام الحكومه كانت نايمه او الحكومه نفسها كانت خربانه، والحكومه ما هي اول واحده بتبني. نعم ما هنا انا ببعت واحد ممثل وزاره الزراعه بيروح يبني بيت ولا شقه او حته في احسن ارض زراعيه، بروح ببع واحد وزاره الري بيروح بيبني احسن مكان، وبعمل مدرسه جامعه رئيس الجامعه بيعمل كذا، وبعدين المحافظ بيعمل ياخد احسن ارض جنب النيل عشان يعمل كلاب للموظفين بتوع المحافظ. طب ما تعمل يا سيدي بره الارض الزراعيه، لا بيعملوها في على النيل عشان يبقى في هواء وحيد حلو كده وفوق الارض الزراعيه. لان يعني جهله تام بما هي كلمه الارض الزراعيه، كيف تكونت ولماذا نحتاجها. يعني رسالة الدكتور فاروق الباز الفترة اللي جاية، واللي بينادي بيه بيقول يا جماعة ننقل تدريجي، نسيب الأرض الزراعية حوالين النيل ونروح ننقل في مكان صحراوي ونفتح براحتنا يسع 200 مليون، ما فيش فيه أي مشكلة بالتدريج، لازم في رؤية طبعا. وأظن هل الدكتور فاروق الباز نشر شيء في هذا الموضوع علميا وما أنا عامل كتاب وفي تفاصيل بالصور الفضائية والخط ده فين وفي كل محافظة فين وكل حاجة موجود في كتاب اسمه ممر التنمية. اسمه ممر التنمية. يا ريت حضرتك يا دكتور، الله يبارك لك. ما كانش جنب هنا على طول، أنا كنت فاكره هنا ورايا أنا على طول، لكن مش دلوقتي. أنا لما أشوفك مرة تانية بقى أوري لك عليه. عندك في كتاب ما فيش أي مشكلة. كتاب كتاب مكتوب وفي الصور الفضائية كلها وفي صور ملونة، اكتب ما اسمه ممر التنمية. ممر التنمية. يا طيب أنا دلوقتي خلصت أسئلتي كما وعدت حضرتك، هل تحب تاخد كام سؤال من المتابعين؟ ثلاث أسئلة على السريع. هو كتاب ممر التنمية زي ده تمام كده ممتاز، بالعربي وفي ما الصور شاء الفضائية الله كلها، ما شاء الله. وادي الممر كله او اللي بيزود لك الحته الارض البيضه دي كل اللون الابيض يا اراضي ممكن اضافه المعيشه فيها. نعم والخط الاصفر اللي ماشي وراه ده هو ده الممر اللي نعم بيفتح لك الاماكن الحته المساحات اللي هي متلونه بالابيض ده. نعم شوف ممتاز، الدلتا ممكن تزود عليها تلت الدلتا هنا كده، نعم صحيح، أرض مستوية وماشي. ممتاز جدا ممتاز جدا، ربنا يبارك في علمك. في كتير أسئلة جت، الناس عمالة تكتب دلوقتي أسئلتها، بس في سؤال اتكرر كتير جدا، ماذا يقول العالم الدكتور فاروق الباز في موضوع توقف دوران الأرض ولب الأرض؟ كان في كده مجموعة من المقالات في الجزئية دي، كيف تعلق يا دكتور فاروق على الحتة لا دي؟ ما فيش، الأرض بتلف حوالين الشمس وتلف حوالين دوران لها، وإذا توقفت هتحصل ما ينفعش، ما لا 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 لن تحصل، لا يصح أن تحصل أنها تتوقف، لأن نعم جذب الشمس عليها لا يسمح لها بأن تتوقف. نعم بالنسبة لي نقطة مهمة جدا، في شباب عايزين نفسهم يشتغلوا في ناسا، فهل في اختصاص موضوع الصواريخ، موضوع الحاجات دي، حضرتك تنصحهم بإيه للناس اللي عايزة تطور نفسها
وتدرس في ناسا او تدرس في جامعات مرموقة بره مصر. كل العلوم وكل التكنولوجيا، يعني كل أصناف الهندسة وكل العلوم، لأن في علوم بيولوجية عشان الأكل الزروات، في علوم الكيميائية عشان الحاجات اللي هيجمعوها، في علوم يعني أو هندسة ميكانيكية عشان المعدات، هندسة طيران، فيها يعني علوم، العلوم والتكنولوجيا في أي المجالات، أي علوم وأي تكنولوجيا. مهمين جدا. طيب طلاب الدراسات العليا بالذات، في محمود بيسأل وغيرهم كتير جدا عمالين يسألوا، بيقولوا ما هي نصايح الدكتور فاروق الباز للشباب طلاب الماجستير بالذات اللي ماشيين في المجال الأكاديمي؟ المجال الأكاديمي أصبحت المنافسة فيه شرسة جدا جدا يا بروفيسور، وحضرتك كويس تعلم ذلك. كويس وموضوع الاتش اندكس والامباكت فاكتور بتاع الجورنالز، والشباب مضغوط جدا جدا جدا، نفسه يكمل في المجال الاكاديمي ولكن برضو تحديات المعيشه والدخل، فبيروح للصناعه، بيروح لحاجات تانية ويسيب المجال الاكاديمي. طيب حضرتك ايه نصايحك للشباب وطلاب الماجستير والمجال الاكاديمي في المحنه اللي العالم بيعيشها عموما لطلاب الماجستير والدكتوراه؟ اتفضل يا دكتور. انت لو كنت بتقول انا عايز اروح اشتغل عشان ابطل قراية الكتب والبلاوي والمحاضرات والحاجات دي، يبقى انت غلطان ومش هتنفع في حياتك يعني، او هتبقى بني ادم مالكش صفة خاصة. عايز تبقى بني ادم لك يعني صفة، يعني بني ادم لك شغلانة في الدنيا، بني آدم العمل بتاعك أو حياتك هتأثر على حياة الناس، هيحد يفكر فيك بآخرين يقولوا الراجل ده عمل كذا أو البنت دي عملت كذا. لازم تجمع من العلم والمعرفة على الدوام، معناها إن أنت لازم تزيد من علمك ومعرفتك في الأشياء اللي أنت بتحبها، المواضيع اللي أنت بتتقبلها، فلا نعم بد من جمع العلم والمعرفة على الدوام. أنا أهم حاجة عايزك تعرفوها من النهاردة، ان انا لحد النهارده بذاكر، انا 84 ونص. ما شاء الله، ربنا يديلك الصحة وطولة العمر. أنا عايز أروح أقول حتة كلام الدكتور، لو رحت ار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت واشتغلت في الصناعة لازم جمع علم ومعرفة، مش هتوقف على يا الدوام جماعة. يا جماعة افهموا الدكتور بيقول إيه. الله يكرمكم كل الشباب اللي بيسمعنا، دي جلسة منتور شيب، توجيه. فاسمعونا، الدكتور بيقول انك سواء كملت في الاكاديمي والبحثي مطالب انك هتفضل تقرا وتذاكر وتشتغل على نفسك وتتعلم مدى حياتك. لو رحت ار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت وقلت رحت الصناعه لازم تشتغل على نفسك، رحت اي مجال تاني تدريس اي حاجه تاني ليكشرر محاضر، لازم تستثمر وتفضل تستثمر في نفسك طول حياتك وتبقى لونج لايف ليرنر، متعلم. هو ده الضمانة الوحيدة للتميز، وده اللي بيصنع الفارق. أتمنى، أنا هنا أختم، ولو حابب تقول أي حاجة للمشاهدين، مش عايز أرهق حضرتك، وربنا يجازيك عنا كل خير يا دكتور لا فاروق. لا، كلمتك انت مهمه جدا، وكلمه يعني رزينه وفي وقتها، لانها نعم دي انا عايز دي تبقى الكلمه الوحيده، الجمله الوحيده اللي تطلعوا بيها من المحاضره بتاعتك، فشكرا لك انك قلت الكلمه دي بالذات. ربنا انا يجازيك عنا كل احييك خير. لانك انت قلت الكلمه دي بالذات. الله يعزك، ربنا يبارك في عمرك، شكرا، والسلام عليكم ورحمة اشوفك الله على خير. وبركاته، مع ألف ألف سلامة.